طيب أيهما الصواب، التوبة أن لا تنسى الذنب أم التوبة أن تنسى الذنب؟ أن عندنا أيضا في الحديث التوبة الندم أو الندم توبة، كيف يتعارض؟ لا تعارض. التوبة في طريق المجاهدة أن لا تنسى الذنب، لأن لوعة الندم، حرقة الندم التي في القلب، ألم الندم تشعل اليقظة في قلبك، فلا يستجيب لدواعي النفس للعودة، وإذا عاد يكسر هذا الأمر ويرجع ويتوب. فأنت بحاجة إلى ديمومة الندم ليصير وهج، ليذيب وهج نار الندم صلابة صلف النفس الأمارة بالسوء، فتلين هذه النفس ما تغلبك بعد ذلك. لكن عندما تحل في مقام التوبة، لا، أنت الآن في حضرة الإنابة، أنت في حضرته، تذكر القطيعة في وقت الوصل، لا يتأتى أن تذكر القلب. هذا كان أحد السالكين وضع أول قدم في مقام التوبة وحصل له أنسة، ورد عليه حال اسمه الأنس، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، معنى الأنس، معنى الدهشة، ورد عليه حال من الأنس هكذا، ثم خاف على نفسه أن يكون يعني أساء الأدب، لأنه أنا مذنب، أنا يعني أنا أسمع الله، أنا أتدلل، أنا أعيش لحظة أنس وطرب مع الله. فبدأ يتذكر ذنوبه، فناداه مناد: ذكرك الجفاء ساعة الصفاء من الجفاء، ذكرك الجفاء ساعة الصفاء من الجفاء. أنت الآن في لحظة أنس، لما تكدرها بذكر معصية أو بذكر دم؟ فهذا معنى أو ملمح من ملامح أن تكون التوبة مقاما، أن تكون التوبة مقاما يمكنك أن توجزها في كلمة لأحد العارفين بالله عز وجل، وهي أن تذهب عنك لذة المعصية إن تذكرتها. ارتكبت معصية وكانت لذيذة ممتعة، وقبل التوبة كنت إذا تذكرتها ممكن يأتيك ندم، بس يعني كانت حلوة، يعني تستذكر شيء من حلاوة الذنب. قال: التوبة ألا تجد حلاوة الذنب عند تذكره. فصار عندنا التوبة، توبة من التوبة، والتوبة ألا يعود للذنب وجود في ذاتك في باطنك، فما عدت تذكره أصلا. قد تحتاج إلى استدعائه لتؤدب نفسك في لحظة خوف من غروره، آمين، لكن لم يعد لتذكاره عليك سلطان، بمعنى أن تذكرك له سيكون باستدعاء منك لقصد في ترقيك، قاصدا عند استدعائه أن تترقى عند استدعائه، لكن لا يكون هو الذي يهجم عليك ذكر الذنب، لأنك قد انتقلت منه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهذا ملمح يشير إليه الحديث، المعنى الإشاري الذي في الحديث هنا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، المعنى الظاهر الواضح أي تغفر ذنوبه، ولا يناقضه معنى آخر إشاري: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي أنه قد تخلص حتى من أثر الذنب في باطنه، من سلطان الذنب في ذاكرته. ولا أيضا في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. أنت ولدتك أمك ممسوح الذنوب أم ولدتك أمك بلا ذنوب؟ انتبه للمعنى هنا، هل ولدتك أمك وأنت مغتفر الذنوب، يعني مسحت لك الذنوب مثل السبورة اللي كان فيها مكتوب وجبت مساحة ومسحت فأثر الطباشير موجود وإن كانت العبارة امتسحت، هل ولدت وأنت ممسوح الذنوب أو ولدت ولا ذنب لديك؟ طيب، الذي يحج فلا يفسق ولا يرفث، طبعا حج من مال حلال ليس من حرام، يخرج كيوم ولدته أمه. ما معنى يوم ولدته أمه؟ يعني بلا ذنوب وليس ممسوح الذنوب فقط، أي أن وقت الذنب أثر الذنب في القلب قد زال من أصله كأن لم يكن. فصاحب مقام التوبة يكون ارتكاز شأنه في المعاملة مع الذنب أنه قد حلت لديه
عقدة الإصرار. تعرفون عقدة الإصرار؟ الإصرار على الذنب. النفس إلا أنا أريد أذنب حرام، أنا عارف أنه حرام وما أريد الحرام، بس لا أنا أريد أعمل كذا. فأنت عارف أنه حرام ومع ذلك تريد. وأحيانا النفس تصل في غيها وفرعونيتها وظلمانيتها إلى درجة أن تنازع الله في خصيصة من خصائص الربوبية والعياذ بالله، وهي خصيصة التشريع. فتبدأ تقول لا مش حرام، سمعنا من يقول الخمر ما هو حرام، ولا النبيذ ما هو حرام، ولا قليل ما هو حرام، وغطاء الرأس المرأة ما هو واجب يجوز تكشف. هذا نوع من التمرد على أمر الله عز وجل، بسبب أن النفس وصلت إلى درجة من الإصرار أنها ليست فقط ممتنعة عن الامتثال، بل هي ممتنعة عن الامتثال، ومع ذلك مع امتناعها عن الامتثال غير متقبلة لتحمل الشعور أنها مذنبة. الكبر الذي في النفس يصل إلى درجة أنها ما تريد أن تتحمل ثقل أن تنظر هي إلى نفسها أنها مذنبة. فلهذا أبحث عن شيء يحلل المسألة، والذي يخالفني ما متزمتون، هذا رجعيون، هذا لما يريدون تجديد، هذا ما أريد أكدر المجلس بالعركة الموجودة، ما زلنا في صفاء ثمرات السلوك. لكن هذا الملمح في النفس، هذا الذي يسمى بإيش؟ بعقدة الإصرار.